اليوم بسوي مطبق. هذا زبيدي، طبق زبيدي شقيناه من الظهر من امس طبعا، حطينا له غسلناه وحطينا له بهارات وحطينا له كركم، وبنرجع نغسله قبل لا نبتدي الوصفه. عندنا الحين البصل حق الحشو. شنو مكوناتها؟ بصل كميه راهيه مثل ما انتم شايفين، اوكي، وعندنا ملح، فلفل اسود، وبهارات مشكله، كركم، شبنت، وكزبره. الطريقه ان احنا نكرمل، ما في، احنا ما حطينا زيت، نكرمل بشنو؟ كل شوي نضيف ماي، نستمر بالتحريك. شوفوا كل شوي اضيف ماي لغايه ما يتوحد لون البصل كله، بعدها اضيف باقي مكونات الحشو. شوف شلون غسلناهم نظيف يلقون. شوفوا بعد ما وصل هالدرجه من تكرمل البصل، حطينا عليه الكركم، البهارات المشكله، فلفل اسود، والملح، وطبعا نستمر بالتقليب. هذه درجة اللون اللي أبيها حق حشو البصل حق المطبق. الحين كمية وفيرة طبعا من الشبنت، يعني خلينا نقول حوالي شدة شدة. ما نحط كل شيء فوق فوق، بالتدريج بالتدريج، عشان يسهل علينا ان احنا نخلط. ايوه، دفشه راهيه من دهن السمن. على فكره هذا الحشو اللي هو راح نحطه في بطن الزبيدي. الزبيديه عقب ما نظفوها وسنعوها طاش حالاتها، الحين نحط من الحشو. الزبيدية سمكة كذي، ما شلون راقية شكلها حلو. اوكي، نحط الحشو بهالطريقة. سوينا شقوق داخل عشان تتشرب الحشوة، وبيخيطونها طبعا، لازم احنا شغل قبل خياط. كلهم نسوي نفس الطريقة، نحشي بطنها وبعدين نخيطها. الحين نوريكم، شوفوا شلون طريقة الخياط. يعني الموضوع مو تجميلي، هو بس انه مجرد تتسكر عشان ما تطلع الحشوة، اوكي، واحنا نطبخ بس. شيء بسيط يعني، تسكيرة بسيطة. كذي كل قرزة تربطها. المهم انه يكون احكام مغلق على قولتهم. نرد مرة ثانية. ها شوفوا شوفوا الطريقة. ايوه، ونسكرها. نرد نفس الشيء، أول واحدة بس اللي عقدناها. بس المهم إن البطن اللي فيه الحشو ما يطلع. أي تمام. أيوه، واخر شيء عقدناها عقده بسيطه وخلصنا. نقص الحين، وكل طبعا ينطبق على كل الزبيديات اللي موجودين نفس الفكره، ونخليها ترتاح. ناخذ اختها. الجدر ما غسلناه، حطينا فيه زيت نباتي، ونحط عليه
بصل. الحين عاد عشان نسوي العيش، هذا كل اللي شفتوه كان الحشو. ما غسلت الجدر ليش؟ عشان ابي الطعم مال الحمسه الاوليه. نحط شويه بهارات، بهارات مشكله، ونحط شبنت. في الحشو حطينا شبنت وكزبر، الحين لا بس شبنت. الحين نضيف الماء الحار، سخنينه طبعا. راح احط شويه ملح بس يطبخ الماء. راح انزل حبات الزبيدي، طبخ بس شويه وراح اطلعه. طبعا في ناس شو يسوون، يقلونه، احنا ما نقلي، احنا نحطه بالفرن اخف. كل الناس لهم طريقتهم. ها بس شوي شي، لان السمك كلش ما له روح. بس شويه، ها كل واحده تجيب دقيقه دقيقتين، شيلها يلا حط اختها وبس. ونكرر العمليه على كل الزبيدي. مثل ما قلت لكم احنا ما نقليها، اذا بتقلونها ماكو مشكله، احنا نشي نقطها بالطحين، نحطها بصينيه الفرن، ندخلها فرن اخف. اوكي صفهم كذي، ممكن نفس الخطوه وبعدينها تقلونها، تغطونها بالطحين وتقلونها. بما ان بالفرن فشويه شنو بسوي، بنقط عليهم شويه زيت نباتي اهون من القلي شويه. جربوا هالطريقه راح تعجبكم. على الوي شويه هيل، نذر هيل وشوي من البهارات وشويه دارسين على وجه الزبيدي، ونفس الشيء نقلبه ونسوي نفس الحركه. ما اذا دخلتوه الفرن لا تقلبونه، بس ترى هو ما له روح، بس يعني بس من على الوي. طبعا الفرن شبه فوق وحدر، بس ما يبي له شيء. حطوه على درجه حراره 200 فوق وحدر، ما يطول 10 دقائق بالكثير وهو خالص. ودائما اقول لكم عندكم شوكه تقزون فيها تعرفون خلص، كان هالحمه كان هدياه كان هالسمكه، يعني اختبار النضج لك انتي ولا للوقت. الوقت ما لكم شغل فيه، انتوا عليكم من اللي تشوفونه قدام عينكم. طبعا على لما الزبيدي يستوي مثل ما انتم شايفين الماء يطبخ، راح نصب العيش. العيش بس مقسوم قاسمينه، اذا تبون نقعوه بنص ساعه ساعه بس، وننتظر. طبعا الزبيدي خلص بالفرن اهو. الله ما شاء الله العيش خلص. الحين نرد الحشو على كتر عشان ياخذ من الطعم، ونحط طبعا الزبيدي نفس الشيء. نحط الزبيدي كذي، طبعا مو كله ما اقدر لان اكثر من حبه زبيدي. ونسكر الجدر نخليه على الراحه.